بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي حسن لطفي، أستاذ ورئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية كلية الطب جامعة اسكندرية. النهاردة يعني أحب أتكلم في موضوع يمكن الوقاية خير من العلاج، يعني إمتى مفروض أروح لدكتور الأوعية الدموية. يمكن في ناس كتير مننا ما يعرفوش التخصص بتاعنا أو ما يعرفوش إمتى دكتور الأوعية الدموية مفروض المريض يروح له. احنا مفروض كأوعية دموية يمكن اكتر يعني مجموعة من الناس احنا بنخاف على الأوعية الدموية بتاعتهم هم المرضى، مرضى السكر. فاذا مسكنا اول جروب اللي هو مرضى السكر بنفضل مريض السكر في اول معرفته انه عنده مرض السكر يزور دكتور الأوعية الدموية زيارة اولية، وبعد كده يبتدي يزوره بصورة سنوية او كل سنتين للاطمئنان ان مفيش مشكله من الاوعيه الدمويه في الاوعيه الدمويه حصلت له. مشاكل الاوعيه الدمويه بالنسبه لمرضى السكر ممكن تكون قصور في الشرايين بيؤدي الى ان الجروح ما تلتئمش بصوره جيده، ممكن يدخل لا قدر الله في قرح او غرغرينه، ودي ممكن تؤدي لخساره الطرف او القدم او جزء من القدم بتاع المريض. عشان كده بنؤكد على اهميه الزياره المتكرره له. برضه بقيه المرضى التانيين اللي هو او الناس العاديين اللي هم مش بيعانوا من مرض السكر، احنا بنقلق من المرضى اللي عندهم زياده في الكوليسترول او الدهون بتاعه الدم، لانهم بيبقوا متعرضين اكتر لتصلب في الشرايين. فبرضه بنفضل اي مريض ضغط عالي او زياده في دهون الدم يتابع مع دكتور الاوعيه الدمويه بصوره سنويه او كل سنتين للاطمئنان من القصه دي. بعض المرضى اللي بتعاني من برودة الأطراف أو تقل في الرجلين أو تقلصات أو مصل اللي هو عضل تقلصات في العضلات سواء أثناء المشي أو أثناء النوم بالليل، برضو بنفضل أنهم يزوروا طبيب الأوعية الدموية خوفا من أنهم يكونوا من الناس مرضى الدوالي.